شحات الفرصه دي يا فارس في 15 ثانيه. اول ما خدت السكند بول كان في 15 ثانيه مهدد مرمى، مهدد مرمى الزمالك بهدف. حمدي فتحي قطع الكره بالهيد راحت لحسين الشحات في مساحه فاضيه جدا، وبرده استغلال لعدم ارتداد اناجم اللي مش عارف المدير الفني ازاي كان غايب عنه ان يدي تعليمات لعودته. هو حاول يعمل حاجه، هو نتيجه برده عدم الالتزام بالتعليمات هو ساعد شيكابالا بس كان وبين الشوطين كان التغيير الثاني مين؟ برده اناجم. فالفكره ان هو ما قدرش ينفذ الافكار اللي كانت عنده، وهو المباراه كره القدم خيال، انا عندي افكار، مدى نجاحي في قدرتي على تطبيق الافكار دي؟ سهل جدا ان انا يبقى عندي افكار على ورق او تصريحات بس في الملعب ما اقدرش اطبق، واحنا مش من هواة اصدار الاحكام المطلقه، اكيد احنا بنقيم المباراه دي يا جماعه. في سلبيات في ايجابيات، ولكن مستر فايلر نجح في التعامل مع المباراه، حتى ترجم حسين الشحات للي انت بتقوله لان خمس محاولات على المرمى فكره سبع مراوغات منهم سته ناجحه، لا حسين الشحات تحرر من الضغوط في وقت مهم طبعًا. جدا وبين كويس قوي ان الفلوس اللي اتدفعت فيه اعتقد كانت في محلها الغالي ثمنه فيه. بالفعل حسين الشحات كان في افضل حالاته وافضل مباراه لعبها حسين الشحات، ويمكن ده انتقل بيه لحتى مباراه سموحه لما نزل اخر 10 دقائق عمل محاولات كتير على المرمى، بقى عنده الثقه ان هو ياخد الكره ويروح على المرمى. وعايز اقول في لقطه الهدف الثاني حسين الشحات توقع خطا محمد عبد الشافي، لو لاحظته اجاييه ضغط على محمد عبد الشافي ولكن حسين شحات عمل شورت سبرنت يا فارس عشان يدخل على حدود الست ياردة، وبالفعل هو كان له تصريح ان هو بالفعل توقع خطا محمد عبد الشافي. واحنا عايزين نقول حاجه بمناسبه اشراك مستر ميتشو لمحمد عبد الشافي، احنا بنشكرك على تعاونك معانا بصراحه، يعني فرق كتير جدا جدا عدم البدء بعبد الله جمعه والبدء بعبد الشافي اللي كان ادى كمان فتح اريحيه وادى لاعبتنا في الملعب في الجبهه دي ان يبقى فيها ثغره واضحه جدا. بالتاكيد يا فارس، ولسه معايا حاله اخيره عن